الجلسات الوطنية للمجتمع المدني ستنعقد شهر أكتوبر المقبل بهدف بلورة استراتيجية شاملة تعكس رؤية رئيس الجمهورية في تعزيز مكانة المجتمع المدني، حسب ما جاء على لسان رئيس المرصد خلال كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد المنتدى الوطني حول الديمقراطية التشاركية. بمناسبة انعقاد هذا المنتدى الوطني الهام، فإننا نغتنم الفرصة للإعلان عن الشروع في التحضير للجلسات الوطنية للمجتمع المدني، وقد تم تنصيب اللجنة التحضيرية لها خلال الأسبوع الفارط. هذه الجلسات التي سيتم تنظيمها خلال شهر أكتوبر القادم، والتي ستكون إطاراً تشارك فيه فعاليات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات واتحادات ونقابات وطنية، بالإضافة إلى الجمعيات المحلية، من أجل بلورة استراتيجية شاملة تعكس رؤية وإرادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في تعزيز مكانة ودور المجتمع المدني. رئيس المرصد قال إن هناك رهان كبير على المجتمع المدني ليكون صمام أمان ضد الدسائس والمؤامرات التي تحاك ضد الجزائر بشعارات مختلفة. كما أن الرهان الأساسي عليه أيضاً أن يكون صمام الأمان الأساسي في حماية المجتمع من مختلف الآفات التي تنخره وتهدد عقول أبنائه وأفكارهم، وأن يكون في مستوى الحذر واليقظة من الدسائس والمؤامرات التي تحاك ضد الجزائر بشعارات مختلفة تهدف إلى ضرب أمنها واستقرارها والمساس بتاريخها ووحدتها. المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي شرع في عقد اتفاقية مع العديد من الوزارات يعمل على فتح حوار فعال بين الهيئات الوزارية والجمعيات والنقابات تدخل في إطار مبادئ الديمقراطية التشاركية.